فيديوهات، بس هلا اخذ العطله الصيفيه والدراسه انتهت، فحبينا نعمل فلوج حلو. هيدا اول فلوج لنا بعد الصيفيه، بعد المدرسه. بعد المدرسه. وهيدا لحسين، يعني انا عم تعرفوها من هيدي. هيدي زعزوع. قلن باي باي. باي باي. هيدا علي وهيدا السيد حسين. ليك انا عم بصور. يلا يلا، بدك مانجو؟ يلا هيدي. بدي مانجو جوس. علي اخذ وحده. قاسي شو ها علي؟ شو ها؟ شو هيدا؟ وين رايح؟ هي للبيت بابا. بعدين كوكو هيك هلا يرفدوا لك. يا مين بده يرفدوا؟ ابو بابا. هلا بطريقنا للبحر. هلا يلا وصلنا. شو حسون؟ يلا ترينا اكل. والله الك وحشه يا زينب. ها كتير عم بيسألوا عنك وعن حسين. هيدا علوشي لوين؟ على البحر؟ يلا. أينا؟ هلا نحن ما قدرنا نصور لما كانوا على البحر. كان في عنا عطل. شو زينب؟ شو هالحلو؟ شو هالحلو؟ هيدا شو التغيير هيدا؟ اوكي شو بدك تشتري هلا؟ بدها تشتري. يلا اشتري اشتري منه كده. يلا جايك وجايك علوش. هيدا علي اليوم اول يوم بينزل فيه على البحر، زعلان. هو ما بحب، بحب مية البسين علي، بس ما بحب البحر كتير. ايه ام حسين، ام حسين شو بتحب تقولي للجمهور العظيم؟ ثلاثة ينزل قبل الفلوج، يمكن السكتش ينزل قبل الفلوج او الفلوج ينزل قبل السكتش. المهم رح يكون في ان شاء الله بهاليومين سكتش جديد. ايه رح يكون في سكتش كتير حلو وكوميدي كتير كتير. يتابعونا على القناة الأولى. زنوبة شو عم تاكلي؟ واو شو هيدا؟ شو اسمه؟ أكاجو. اوكي اوكي دريا اوكي. صور صور صورني يعني. انا نحن بنسلم على كل الجمهور، نحن بنعتذر على التقصير اللي صار. مثل ما قلت لكم انه كان الاولاد عندهم مدارس، بس نحن حاولنا على القناة الأولى من وقت لوقت ننزل سكتشات كوميدية ونالت إعجابكم. يعني الحمد لله السكتشات كتير حلوين. كتير عليهم مشاهدات. شكرا كتير كتير لكم وين ما كنتوا وهلا في كل البلاد العربية، ما منا نسمي بكم، وفي كل العالم. أوكي وهلا عم نحضر كمان سكتش جديد. هلا مثل ما قالتكم ام حسين في سكتش كثير، انطرونا يوم الثلاثاء. اي يوم؟ ثلاثاء والاربعاء. راح يكون كثير كثير حلو. علي 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 شو عم تعمل؟ ميرسي ميرسي. هلا وصلنا، الاولاد ما بدهم يروحوا على البيت قبل ما ياكلوا. بوزة. شو بدك تاكلي يا زينب؟ بوزة. جلاس. كمان بوزة. آيس كريم. فنحن ما يعني الأولاد بدهم إياه. شو على الفانتلي؟ لا. مثل بوزة. روح على الفانتلي. تروحوا يلا أونيفا. يلا. شو علي؟ هيك
بحب اوصف وحدا بوزه بقى. انا بدي ميلك. انت شو بدك؟ ميلك شيك؟ بدي بوزه ميلك شيك على الاوريو. اوكي بوزة. انت شو بدك؟ بوزه بس. بوزه بس. وبابا شو بده؟ لا شيء. لا شيء؟ لا سلطه فواكه. سلطه فواكه. اوكي مكسور. شو بدك تاكل؟ انت شو بدك؟ شو طلبت انت؟ بوزة. بوزة عشو؟ الفاني. ماما هي بوزة. نو هيدا اسمه ميلك شيك ماما. لك علي ميلك بوزة. شو؟ ميلك بوزة. ميلك شيك. قول ميلك شيك. بوزة. نو هي مش بوزة هي. هيدي البوزة فرجين دايب مبين. ليك شوني مع بوزة. واو حلوة. يلا كل. يلا ايه كلناش. طلبت صلطة كلناش. عطو كلينكس لعلي. يلا مسح. شطور. ضبط فولارك انت. خلاص زينب بس تاكل معاش تقشع قدامها. شيف وينه عيطنا حسين رايح شو بدك؟ ها؟ اوكي لا تسيون سبوكي جيبين منا جيبين ما تبوني كون صامي يعني شو عم تعمل؟ عشت علينا خلص سبون. اوكي سبون. يعني ما عندي الا بدها بعض وحده. خلص تاخذ وحده من الناس. مثل ما شفتوا ان شاء الله يكون الفلوق عجبكم. ان شاء الله رح نعمل كثير فلوق يعني هلا العطله الصيفيه مثل ما قلنا. ما عاش في مدرسه وما عاش في امتحانات. ما عاش في مدرسه ما عاش في امتحانات. منحب نبشركم انه حسين وزينب من الاوائل المتفوقين بمدرستهم ونحن بنتمنى لكم كمان يعني كل الخير والسعاده. هلا عم ننهي الفيديو من دون زينب. ليش؟ لانه زينب راحت تشتري بوزه. بعد ما رجعت ناطرينا. واخيرا جبت البوزه اللي إليك. ما كنت تقولي لهم بدك اياها اسا. شو عم تعمل؟ لا ما تعمل هيك عليه. يلا تعال نروح. يلا يلا نروح. يلا يلا قول لهم باي. قول لهم باي باي. قول باي.